يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء من أهل السنة ويكثر فيها أهل البدع من الأباضية؟ عليه بسؤال أهل العلم والاتصال بهم وقراءة كتب أهل السنة، ويسافر لطلب العلم بين الحين والآخر، يسافر للبلاد التي فيها علماء ويجلس عندهم ويستفيد منهم ويأخذ من كتبهم ومن أشرطتهم، وسيعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.